My name is Alexia Tsouni. I was born in Agrinio, but I live in Athens. اسمي أليكسا تسوني. ولدت في مدينة أغرينيو لكنني أعيش في مدينة أثينا. أعمل مهندسة مدنية وباحثة في علم الهيدرولوجيا وباحث مساعد في المرصد الوطني بأثينا. وأنا ناشطة في مجال حقوق الإنسان والمرأة. عملت نائبة رئيس منظمة العفو الدولية في اليونان ورئيسة للمكتب الأوروبي للمعترضين الضميريين في بروكسل. عندما كنت طالبة تعرفت لأول مرة على فلسطين كبلد تحت الاحتلال، لكن لم أكن أستطع أبداً أن أتخيل ما يحدث هناك في الحياة اليومية. كنا نقوم بترجمة ونشر البيانات الصحفية والتقارير عن فلسطين، وهكذا بدأ اهتمامي بفلسطين وقررت زيارة فلسطين، بل وإنتاج أفلام وثائقية عنها أيضاً. So all this activity that we have been organizing for Palestine, I was very active. كل هذه الأنشطة التي كنا نقوم بتنظيمها هي من أجل فلسطين، مثل تنظيم المؤتمرات والاحتجاجات والمظاهرات ومهرجانات الأفلام والمناقشات وزيادة الوعي وجمع التوقيعات للعرائض. لكن الآن وبشكل خاص بسبب الحرب الحالية، قمنا بتكثيف جهودنا للضغط على الحكومة اليونانية لتقف بجانب فلسطين، لأن الحكومة اليونانية لا تمثل الشعب اليوناني حقاً. فالشعب اليوناني متضامن جداً مع الشعب الفلسطيني، لكن حكومتنا لا تعكس تضامننا. على العكس، حكومتنا للأسف تدعم إسرائيل أكثر من فلسطين. This is my guest room because I want all my guests when I host someone to have a. هذه هي غرفة الضيوف الخاصة بي، لأنني أريد أن يشعر كل ضيوفي بروح فلسطين، ولأن الناس عادة لا يزورون فلسطين كثيرا، لذا زينت هذه الغرفة بتذكارات من فلسطين جلبتها من زياراتي هناك التي أنا متصلة بها روحيا. هذه الشالات الثلاثة المصنوعة يدويا هي هدايا من صديق لي في الخليل، وكذلك هذه المصنوعات اليدوية وألبومات الصور من فلسطين، وهذه فوق رأسي طائرة ورقية مصنوعة يدويا قمنا بها مع أصدقاء الفلسطينيين، وصنعنا 10 طائرات ورقية مثل هذه، وقمنا بفعالية متميزة في أثينا لإطلاق هذه الطائرات في الهواء والتي تحمل شعارات الحرية لفلسطين. Up to now I have three Palestinian documentaries. لدي إلى الآن 3 أفلام وثائقية فلسطينية، فيلمان طويلان وفيلم قصير، آخرها بعنوان سلام شالوم بيس، الذي تم إنتاجه مؤخرا أثناء الحرب الدائرة في غزة. وقد شاركت أفلامي في مهرجانات عديدة داخل وخارج اليونان، وقد نالت أيضا على عدد من الجوائز، وحظيت بالكثير من الاهتمام، مما أتاح للكثير من الناس التعرف من خلالها على القضية الفلسطينية. أعيش في خيمة صغيرة في وادي أبو هندي. I dream of Palestine being... أنا أحلم أن تكون فلسطين حرة. أحلم بزيارة فلسطين في المرة القادمة دون حرب، دون نقاط تفتيش، بحرية كاملة، لأنني أؤمن حقا أن هذا هو الأمر العادل، إنها العدالة الحقيقية، ويجب أن تتحقق العدالة.